عليكم الميمات الخواتات صحاباتي، لاباس عليكم؟ هانيين، اموركم بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بصحه جيده وباتم الصحه، نتوما وليداتكم وازواجكم والناس اللي كتبغيو. شكرا لكم على دعواتكم، تعليقكم على اي حاجه قلتوها على قبلي. صراحه ما سخيتش باكادير، ما سخيتش بالناس اكادير، ما سخيتش بالجو اكادير، ولكن الايام الزوينه صراحه دغيا كدوز. المهم البنات، ان شاء الله غاديين دابا لوجهه اخرى، مدينه اخرى، نكتشفوها مع بعضياتنا، نشاركوا فيها الاجواء مع بعضياتنا. نتمنى من الله تعجبكم، ما تنسونيش بلايكاتكم، بارتاج ديالكم وبدعواتكم كذلك. صراحه البنات، اول مره غادي نشد الطريق بلا راجلي، الله يحفظه ليا ويخليه ليا. صراحه كان مهنيني بزاف من هادشي ديال السفر، ولكن الخدمه، بحكم الخدمه ما يمكنش يخليها ويبقى انا تابعني. اللهم مشيت بوحديتي واعتمدت على راسي، ومن هكا تلاقيت شويه في السوكان. صافي البنات، من بعد ما شادين الطريق لمدينه اخرى، صراحه ضرنا الجوع في الطريق، شادين طوالة. وصاحبتي نجات قالت لي والو نتغداو، صافي غنديكم واحد البلاصه صراحه زوينه شكروها لينا، وهي واحد المنطقه سميتها اورير. الناس اللي كيشدوا الطرقان او الناس ديال اكادير ولا الناس ديال شي مدينه اخرى ممكن يعرفوا هذه المنطقه، صراحه كيديروا فيها شويه سلام. صافي هنا البنات، كيف ما كتشوفوا معايا وصلنا للمنطقه اللي قلت لكم، منطقه اورير. شكروها ليا بزاف ديال الناس، قالوا لي كاينه في الطريق وفيها الغداء، صراحه فعلا فيها طويجنات ما نعاودش لكم، المذاق بالغنمي وبخضيره صراحه زوين بزاف، عجبني وما ضرنا ما والو. هنا كندير لكم المونتاج حتى كليتو، المذاق زوين ما تيضر ما والو، شي حاجه اللي بنينه. اسمحوا لي البنات اللي محمه واللي كتشيها، ولكن كنبغي نبارطاجي معكم هكا بليصات باش اللي ما عرفش بلاصه او اللي كيحير فين ياكل. المهم منطقه اورير معروفه بالشواء والطواجن، وهي تيكون هذا ريستورون فيها هي البنات، يعني مكلفين بها البنات. وكذلك البنات خجينا هكا الحماش مشويين، الكفته، هذاك الشيء مخلط البنات. ما شهيتكم اللي محمه تسمح ليا واللي تشهاتو مرحبا بكم عندي، ونديكم بلاصه الشواء على راسي وعينيا. سمحوا لي البنات وسمحوا لي وكنعتذر، ولكن كنبغي نبارطاجي هكا الناس اللي ما كيعرفوش فين ياكلوا، كنبغي نبارطاجي معاهم هكا بليسات زوينين شعبيين تقليديين، وكنوريكم اشنو عزيز عليا. لا ما نطول عليكم كثر البنات، غاديين لمدينه الصويره. مدينه رائعه كتعجبني بالهدوء ديالها، بالريحه ديالها، بالتقاليد ديالها. البنات من بعد صافي وصلت، بالنسبه للوطيل اللي جالسه فيه، جالسه في اوتيل رياض ميمونه، الناس ديال الصويره راه عارفينه. صراحه شي حاجه واعره، عجبني شي حاجه تراديسيونيل، يعني اللي عزيز عليه بحال هادشي تراديسيونيل. انتم البنات كيف ما كتشوفوا الدخله، واعر الريحه تاع التصويره، كتشمي ريحه العرعار، داكشي البنات تراديسيونيل زوين بزاف. هانتوما تحيه البنات الصويره، مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم اللي بغات تجي عندي مرحبا بها. وبالنسبه لهنايا الصالون تراديسيونيل هكا اللي بيجلس تراديسيونيل بحال هكا، عرفتي ريحه العرعار البنات تكوني بحالي كتحمق عليها، شي حاجه واو البنات، شي حاجه فنا. شكون بحالي يقول لي انا في لي كومونتير. صافي المهم هو اوتيل رياض ميمونه، منظر ما نعاودش لكم كي داير، وريحه البحر، الجو ديال البحر. وغادي نطلعكم حتى لسويت اللي خدينا هنايا، زوينه بزاف تطلع على البحر، ما تخرجي ما ديري والو بقيتي تما، صراحه كتحسي بواحد الراحه ما نعاودش لكم. انتم البنات شي حاجه تراديسيونيل ديال البلاد ديال الصويره، تحيه البنات الصويره. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا، ودابا نطلعوا لسويت تشوفوها. من بعد ما جينا صراحه جيت مسخسخه 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 بالسوكان، عرفتوا تبارك الله الطريق طويله من اكادير للصويره، ولكن كلشي هيت فجاج وضحك واستمتعنا مع بعضياتنا. ودابا نديكم معايا تشوفوا الشومبر ديالي او السويت اللي خديت هنايا في الصويره، شي حاجه زوينه صراحه، عجبني هنايا المنظر، عجبني داكشي. يلا البنات خليكم معايا، داكشي واحد الراحه واحد السكينه زوينه بزاف. وهانتوما معايا مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم في رياض ميمونه. تفضلوا معايا ليه صراحه الجو ما عاودش لكم البنات كي داير، واحد المنظر عشقتي لكم كاملين. مرحبا بكم البنات ديال الصويره، مرحبا بكم. كاينه انا في اوتيل ميمونه، اوتيل رياض ميمونه، بنات الصويره غيكونوا عارفينه. صراحه الجو ما نعاودش لكم، وحتى وجهه بالنسبه لنا هذا دي سويت، دي سويت خديتها. شوفوا البنات
صراحة داكشي فيها زوين و تراديسيونيل، كيعجبني بحال هاد الشكل هكا. وهذا البنوار البنات ندير مختلف على هذا، ما عندكش مرحبا بكم البنات، صراحة داكشي زوين البنات، واحد المنظر تراديسيونيل واحد المنظر البنات ما عقلتش وليت بعد ديري كامل في هذا السويت ديالي. مرحبا بكم. صراحة داكشي زوين والاستقبال ما نعاودش لكم، عطاوني احسن سويت هو اللي عطاوني. بحال تديري ما بغاش يتحل، تديري ما بغاش يتحل، خصنا حتى نعيطوا له. البنات كيف ما تشوفوا معايا صراحه ما بغيتش يتحل ليا الباب. المهم تيجي السيد المكلف بهنايا وغادي يحل ليا. المهم حسنيت ما بغيتش يتحل على الجمر واوجه. المهم قول لي كي جاتكم السويت، صراحه زوينه، واحد الهدوء واحد الراحه ما نعاودش لكم. هذا الجو اصلا تاع الصويره كتعجبني، الصويره كنحمق عليها ونجات اول مره كتجي لها. اول مره كنجي لها، اول مره لا انا اعز مدينه عندي، كتعجبني وكنلقى فيها راحتي، خصوصا جينا هنايا في رياض ميمونه. البنات مرحبا بكم في هذا الرياض، صراحه داير عروض زوينين، دي بروموسيون بزاف ديال الحوايج. واللي جا عليه من اي متتبعين يقول جينا من طرف كونتر فلوكس، راه كاين كود برومو ديالي، مرحبا بكم كاملين ليه. صراحه شي حاجه زوينه، استقبال زوين، كلشي زوين. ها نتوما معايا البنات، تكملوا معايا الفلوك ديالي وكنموت عليكم بزاف بزاف. ها نتوما البنات المنظر هنايا، ولا حل ليا الشرج من شفتو شي حاجه. واو واو واو، واحد الراحه نفسيه كتحسي بها صراحه، محتاجه ليها بزاف بزاف بزاف. قول لي شكون هذا اللي محتاجش لهذا المنظر؟ صراحه حنا في مراكش راه فاقدين البحر وفاقدين هذا الجو، داكشي علاش كيعجبنا بحال هذا الجو، صراحه زوين بزاف. رجعت معكم، صراحة البنات عييت عييت عييت، قولي الحمد لله ياك. ولكن البنات أول مرة في التاريخ كنشد الطريق بعيدة، كنمشي للنواحي ديال مراكش ولكن هكا بلا راجلي نشد الطريق تبارك الله من أكادير وماشي في لوتوروت، يعني مشيت من طريق تغازوت وبقيت غادي الفوق، وليت عارفة ياك وليت تغازوت أورير. مهم بحال هكا، وحتى جات الحمد لله صويره، جيت بخير وعلى خير الحمد لله. طريق صعيبه وفيها الفيراجات صعيبه 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 فيها الفيراجات، ولكن هكاك باش تتعلمي السوقات. الله يحفظني ويحفظكم كاملين اللي كيعرفوا سوقوا، واللي ما كيسوقوش يتشجعوا ويسوقوا علاش لا. صراحه الطريق فنينه زوينه بزاف، ومهم استمتعنا وصلنا بخير وعلى خير، ولكن مدقدقه رجليا مدقدقين منملين عليا. تحيه للرجال، ومن هنا تحيه ليك راجلي رشيد الهلي، خطك عليا والله يحفظك ليا من كل شر، والله يخليك لوليداتك والله يحفظك ليا. وكنقول ليه من هنا السفر بلا بك ما كيساوي والو، صراحه كيساعدني بزاف وكيريحني من الدراري بزاف، والسوقان كنمشي ناعسه وبزاف ديال الحوايج. الهلي خطا علينا الرجال، الرجال تاج فوق ريوسنا، الهلي خطا نعيا ونكذبوا على راسنا ونقولوا حنا العيالات نديروا نديروا نديروا، ولكن صراحه كيف ما كان الراجل بالزين اللي فيه وبالخيب اللي فيه وبكلشي اللي فيه، صراحه الهلي خطاهم علينا والله القسم الا تاج فوق ريوسنا الله يحفظهم لينا. واللي باقي ما تجوجات الله يعطيها شي راجل، والصبر راه ما يمكنش الراجل تلقي فيه كلشي زوين، ولكن ضروري تلقي فيه شي حاجه زوينه وشي حاجه خايبه. وكل شيء من العيالات، انت الا بغيتي تزيني راه كتزيني، انت الا بتقدي على الشكل اللي بغيتي راه كتقدي. الراجل داير كي الدري الصغير، اياه البنات ممكن يكون في شي شكل وترديه انت في شي شكل، اياه البنات راه كنعرف اش نقول لكم. المهم تهلاو في رجالاتكم وشدوا لهم الخاطر، وكيطلع لينا حنا نقشى العيالات مره مره، ولكن نحنوا في رجالاتنا ونتهلاو فيهم حيت تعرفي بحق الراجل فاش كيخطاك.
انا صراحه لا خطي ليا، بيقول لي تيصبغني، بيقول لي تفرج على الفيديو، قال لي تتصبغني، ما عرفتش مجده ليا بغاتني نشري لها. لا والله القسم، لا فريمون استمتعت انا وصاحبتي وبزاف ديال الحوايج. والسفر اول مره كنسافر مع صاحبتي وهكا خدمه بوحدي وداكشي، حيتاش هو خدام ما يمكنش عنده خدمته، عنده لا ريسبونسابيلتي في خدمته، ما يمكنش هو يقابلني انا ويدير. ولكن الحمد لله معايا المحرم، معايا السجاد هو المحرم ديالي، قال لي حياني ما تمني جات وطم حرميت. المهم البنات صدعونا الدراري، ما قديتش نخرج، جيت صافي قلت بغيت الناس صدعونا، قال لك بيمشيو ياكلوا لي كريب بلي لينا منين سافرنا بغينا لي كريب، لي كريب ما كاينش النهار اللي ما كياخدوه وبغاوه تاني اليوم. مشينا كلناهم صافي، غسلت ليهم، نعستهم، طرفت ليهم، علاش جيت نهضر معاكم وهكا نختم معاكم لا فيديو ونكملوا لكم تاني في الصباح، حيت فريمون اليوم ما درت والو في الصويره. حتى الفيديو الاخر يعني ان شاء الله هذا غادي نحطه لكم بوحدو، ولكن الفيديو الاخر غنخرجكم في الباتير ديال الصويره وداكشي ديال الصويره، كينكم بنات الصويره. تحيه لكم، اعز مدينه عندي هي صويره، رومانسيه كتجيني وواحد الجو فيها، واخا الناس تاع الصويره كيقول لك ويلي على جو، صراحه انا كتجيني فيها الراحه، فيها مهم رومانسيه بزاف بزاف، كنحماق عليها وكنموت عليها وكنبغيها بزاف. وتحيه كبيره للناس ديال الصويره على استقبالهم ليا، على اوتيل الرياض ميمونه على استقبالهم وعلى اي حاجه، صراحه داكشي زوين. عرفتي يا البنات واحد الجو، عرفتي البنات اللي جات تسونامي بتبدا بيا انا الاولى، انا جاني الضحك، عرفتي البنات اللي جات تسونامي بتبدا بيا انا الاولى، علاش؟ حيتاش كاين لا شومبر او لا سويت وسط البحر. يعني لماش كيضربوا لك في السويت اللي عندك فريمون. الا جات تسونامي بسلام عليكم يا البنات، تسونامي محال كتجي في صويره، لا تجي صحوني هاد المعلومه اللي خدتكم عليا. صراحه كنفرح بكم بالتعليق ديالكم بهضرتكم الزوينه ليا، حيتاش اليوم حطيت فيديو بزاف منكم، شكرا لكم والله الا بزاف البنات. عرفتي كيضرني راسي كنوقف كنبين نجي لكم فيديو وانتم كتشرحوا لي بزاف الحوايج. بنات بالنسبه للفيديو اللي حطيت اليوم، حطيت ديال بالنسبه لي ديال مروه، ولكن بنات قلتوا لي البيسين ياك، ولكن البيسين راه عام تمالك، عام جاد مطر اليوم هما والو، علاش مروه بالضبط اللي تحرقوا لها هكاك رجليها ويديها وما كانتش زعما في الحيط ولا البيسين زعما ما عرفتش البنات، حيتاش نورمالمون جد صغيور عليهم غيكون سونسيبل اكثر منهم، ولكن جات ما طرالو والو، مروه اللي فاقت هكاك الصباح ما طراش لها هذيك الساعه في النهار ولا شي حاجه، حتى لوندوما علي قالت لي مروه، علي قالت لي ماما تيحرقوني وبقات تنفخ فيهم وبقات داكشي داكشي، علاش انا صافي دخلني الشك. وفعلا البنات انا مشيت لافارماسي وسولتهم وديت الفانيد ديالها، ولكن الفرنسيين صراحة ما عرفوش شي حاجة، قال لي اه يقدر يكون خرج ليها تكون عندها حساسية من شي حاجة. بالنسبة انا المسوس، المسوس كنحاول ما امكن حيتاش دابا مسافرين البنات، مي المهم كناخذ لها بحال هكا كفته، ما فيهاش كفته مشويه او حوت مشوي ما فيهش الملحه، كنحاول ناخذ الحوايج اللي ما تاكلش هي فيهم الملحه. ولكن بالنسبه للحلاوه حيتاش قطعت على تاي الحلاوه بزاف، ما يمكنش البنات انتم غتحسوا بيا، ما يمكنش البنيه صاحبتها كتاخذ لي كريب شوكولا وهي نحرمها وتبقى. المهم البنات ما قدرتش حتى نمشي لداري، تيقول لك اللي بيدير شي حاجه واللي بيدير شي سيستم تيمشي لدارو ويديرها، دابا يعني ما غاديش نحرمها، دابا خصها تستمتع تفرح، يعني حتى حنا دازت علينا السبيطار وباقي ما عرفناش تاني اش بيوقع، وباقي واش تيشدونا تاني في السبيطار لا لقاو شي حاجه. المهم البنات عافاكم، الا بغيت نخوي راسي من هذا الشيء كنجي نعاود لكم باش تخفوا عليا. فريمون كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم وكنموت عليكم، تهلاو ليا في ريسكم. فيديو جاي ان شاء الله، نتلاقاو تاني من جنت الصويره، تحيه لبنات الصويره، وجي عندي نشوفكم، محاليكم كاملين بوسه كبيره، سلامة.